أردنا من هذا الصالون أولا تعريف بكل التخصصات وعروض التكوين بالنسبة لدورة فيفري من جهة، وكذلك عرضنا ابتكارات متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في شتى أنماط التكوين، وكذلك في بعض التخصصات الجوهرية أو الشعب الجوهرية ذات الأولوية، وأهمها شعبة الفلاحة والصناعات التحويلية في الفلاحة، كذلك شعبة الرقمنة، كذلك شعبة الصيانة الإلكترونية والصناعية، كذلك شعبة البناء والأشغال العمومية، ناهيك على شعب الصناعات التقليدية والسياحة. جبنا الطلبة في هذا الصالون الولائي، الغرض الأول هو الاحتكاك الطلبة فيما بينهم للتحفيز أكثر. كل طالب جاب المشروع تاعو. جاتنا فرصة باش نشاركوا في الصالون الولائي للمقاولة والابتكار. الحمد لله يعني شفنا مشاريع متنوعة ومشاريع كثيرة، الله يبارك، حاجة مليحة لنا بزاف. بالنسبة لنا احنا شاركنا مشروع لنظام آلي لتنظيف حظائر الدواجن، وإن شاء الله نلقى هذا المشروع هذا يلقى ضوء في المجتمع تاعنا.